مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل من يتابعنا عبر القنوات السعودية الرياضية وفي الرسالة الخاصة لحج هذا العام. نرصد لكم في رسالتنا الأولى ماذا يقدمون هؤلاء الشباب، شباب كشافة الرئاسة العامة لرعاية الشباب. كونوا معنا. صاعد طابة استري سود، صاعد طابة استري سود، عين حشب دومر وسعد أكل على اليسار دور واحد ثلاث، على اليمين دور واحد ثلاث، على الخلف دور واحد ثلاث، على الخلف دور واحد ثلاث، أكل على ما سر بدل بدل ثلاث خطوات بدل قوة قوة كشافة طيبة قوة على اليسار دور ثلاث خطوات بدل قوة قوة كشافة طيبة قوة على اليسار دور عدد صحاب كبير واحد أربعة اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد ثلاثة أربعة أستاذ يوسف الخميس القائد الكشفي وقائد معسكر الرئاسة العامة لرعاية الشباب في ميناء، رحب فيك ونقول لك كل عام وانتم بخير ويعطيكم ألف عافية، واحنا جايينكم في وقت أتوقع أنه في استعداد للإرشاد الشباب زي ما شايفينهم ما شاء الله. ودنا نتكلم عن هذا المعسكر وعن الخدمات اللي أنتم الآن تقدمونها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا في البدايه ارحب بكم في مركزنا، وانتم الحقيقه القناه نعتبرها القناه المسانده لنا في برامجنا ان شاء الله. طبعا كما تعلمون الرئاسه العامه لرعايه الشباب وضعت خطه لتنفيذ العديد من البرامج والانشطه الكشفيه، ومن ضمنها طبعا هذا المركز الكشفي اللي يضم بين جنباته اكثر من 200 جوال يمثلون مكاتب الرئاسه العامه لرعايه الشباب في مختلف مناطق المملكة. طبعا يتوافدون الجوالة إلى هذا المركز من اليوم 25، تبدأ فترة 25 ذو القعدة، يتعرفون على المسح والإرشاد من خلال جولة ميدانية على مشعر ميناء، يعرفون معالمها وأهم المرافق فيها عشان يكون عندهم علم كافي بجميع أماكن الحجاج والمطوفين والبعثات. بعدها تبدا فتره الارشاد اللي نبدا منها من اليوم الثامن من ذو الحجه، يبدون تعرف الحين الجواله على شكل مجموعات، كل مجموعه تعمل 4 ساعات، يبدون يظهرون الى الميدان من خلال ارشاد الحجاج ومساعدتهم في ايصالهم الى اماكنهم، والحمد لله بدات الفرق تستعد وان شاء الله، وفي همه من الشباب وكل عام. لا يعني لا انسى ان هناك مراكز كذلك كشفيه لخدمه حجاج البر كانت بدات قبل بدايه الحج في مكة المكرمة، منافذ تستقبل الحجاج البر في كل من عسير والرياض والخرج والأحساء وجازان والطائف والمدينة وتبوك. هذه المراكز الكشفية يشارك فيها، كل مركز يشارك فيه 40 كشاف وجوال يستقبلون الحجاج ويقومون بمساعدتهم وتسجيلهم وتقديم كافة الخدمات لهم. هناك كذلك مركز كشفي خاص بحجاج البحر ينفذ في مدينة جدة في ميناء جدة الإسلامي، بالإضافة للمركز اللي احنا فيه، والآن يستعدون الجوالة للظهور إن شاء الله لتقديم الخدمات هذه. أستاذ يوسف، احنا خلينا نكون نبدأ من البداية شوي، يعني في بعض المصطلحات أو بعض الأسامي أو بعض التصنيف مثل كشاف جوال، عارف حتى المشاهد الكريم يعرف ايش مساله الكشافه او يكون جوال، ايش الفرق بين؟ طبعا في دليل الكشافه او منهج الكشافه هناك مراحل سنيه، كل مرحله لها عمر من كذا الى كذا، تطلق على الاشبال في البدايه، الاعمار بعدها شباب كشاف او جوال متقدم الى جوال الى كشاف الى جوال الى قائد وهكذا. هناك طبعا الكشافه تتبع في منظمتها او كمسؤول عنها جمعيه الكشافه العربيه السعوديه، هي الجهاز الرئيسي
تفعيل دور الكشافة في المملكة العربية السعودية. يتبع هذا الجهاز طبعا إدارات متعاونة كالرئاسة العامة لرعاية الشباب وتهتم بجوالة الأندية، يتبع لها جوالة الأندية وكذلك جوالات الجامعات في المملكة العربية السعودية، وكل جامعة تولى شؤون جوالاتها. أما إدارة التربية والتعليم هذه تتبع لها الكشافة، وهم طبعا الأشبال والكشاف المتقدم والكشاف ذا والعريف، والكشافة بصفة عامة يتبعون وزارة التربية والتعليم. هذا بالنسبة للكشافة. والله محبة الوطن ما هي بعادية، تحية كشفية لبلد السعودية. الأستاذ ممدوح طيب عضو اللجنة الثقافية وأيضا أحد المسؤولين والمتابعين للتطورات الحديثة والأفكار الجديدة التي استخدمها كشافة الرئاسة العامة رعاية الشباب، ودنا تحدثنا عما هو جديد لكم هذا الموسم. قبل موسمين تكلمنا ووجدنا عندكم الجي بي اس، وأول يعني جمعية أو أول كشافة يستخدمون هذه، الآن إيش الجديد عندكم؟ السلام عليكم ورحمة الله. لدينا العام هذا شراكة متميزة مع الأمن العام في إنتاج خرائط خاصة باستخدام تقنية GIS، وتم طباعة ما يزيد عن 200,000 خريطة. فخورين طبعا بالشراكة مع الأمن العام لأول مرة، فخورين بإصدار الخرائط. تعودنا أنه جمعية الكشاف السعودية هي اللي تقوم بإصدار الخرائط، هذه السنة كشافة الرئاسة العامة رعاية الشباب تقوم بإصدار الخرائط لأول مرة، واستخدمنا فيها تقنية الباركود، قراءة الخريطة بالباركود. أولا نحن نقوم بتوزيع الخرائط على الحجاج، نقوم بتوزيع ما يزيد عن 70,000 خريطة على الحجاج وعلى كل القطاعات اللي موجودة في الحج تخدم في الحج. كذلك بنعرف الحاج بطريقة خاصة لمن لديه خبرة الجوالات الذكية، أنه يمكن في هذه الخريطة وهو الجديد استخدام قراءة أو قارئ البراكود. الآن نتحدث عن الآن هذه تقنية جديدة الآن مقدمتها الرئاسة العامة رعاية الشباب من خلال المعسكر، أنه الآن عملت قضية يعني المسحة والخريطة الخاصة بمشاعر المقدسة في مكة المكرمة سواء كان لمنى أو عرفة أو مزدلفة. هنا الآن هذه التكنولوجيا عن طريق الهاتف الذكي، بداية استخدام تقنية القارئ قارئ باركود في مجال الخرائط والمسح في مشعر منى ومشعر عرفة أيضا. فكرة كانت أنه الحاج إذا لا يوجد خريطة مطبوعة أو لا يحب أن يحمل الخريطة المطبوعة، بإمكانه إذا يحصل على قارئ باركود. الآن بس فقط الجهاز على نفس الباركود هذا. الآن الباركود على طيب. الخريطة. نعم. الآن بإمكاني أختار منى. تحت. نعم. تغنيك هذه عن استخدام الخارطة الورقية. هذه في حالة الحاجة عنده لديه الجهاز ذكي أو شيء زي كذا. أو آيفون أو آيباد أو جالكسي. الآن تستعرض خارطة منى، بإمكانه أن يتحكم فيها في مساحتها، تكبير تصغير ما إلى ذلك. الأفكار الآن أنتم بدأتوا أول شيء في الجي بي اس اللي هو تحديد عبر الجهاز، عن يتحدث ويحدد لك الاتجاهات المسافات المتبقية لك. هل هذه الآن ساعدت كثير الحجاج في الفترة الماضية؟ أكيد ساعدت. ساعدت الكشاف؟ هي ساعدت الاثنين، الكشافة والحاج. الحاج الحقيقة وجوده لأول مرة في المشعر وحرصه على أنه يتمم حجه أحيانا يكون في حماس زايد مفرط عن الحاجة، فيوقع في مشاكل. يوقع في أكبر مشكلة كانت مشكلة أنه الحاج يضيع، وطبعا أحيانا يعني أيام يستمر ضياعه، ولا وربما أصابه المرض. كثيرا ما نجد حاجي له يومين أو ثلاثة ضايع، فهذه كانت مشكلة. الحمد لله باستخدام التقنية بدأنا ننهي هذه العملية، وبدأنا ننقل قضية الإرشاد من الكشافين إلى الحجاج أنفسهم. أصبح الحاج عنده خريطة،
أصبح الحاج يستطيع أن يصل لمكان مخيمه بكل يسر وسهولة. الآن فكرتنا العام القادم إن شاء الله برضو في قارة البركود أنه يتم إصدار خارطة بكل المخيمات، وعن طريق قارة البركود نصل إلى موقع المخيم. جهاز الآن أكتملت الخريطة تقريبا. احنا الان هنا شارع او طريق الملك عبد الله. نعم. استطيع اني اكبرها تحرك من خلالها. طيب، وطبعا الخارطة ملونة بحسب المكاتب وجنسية الحاج وما الى ذلك. يعني الان هذا يحدد لك تلقائيا بجهازك بدون اوراق بدون، يعني انتم ما شاء الله جالسين تواكبون اول باول اللي هو التكنولوجيا والتطور وتسهيل الخدمات للكشاف والحاج باذن الله. الإعلامي عبد الرحمن شباب رئيس اللجنة الإعلامية في معسكر الرئاسة العامة لرعاية الشباب، نرحب فيك ونقول كل عام وانتم بخير ويعطيك العافية. ودنا تكلمنا عن دور اللجنة الإعلامية في هذا المعسكر الخاص بالرئاسة العامة لرعاية الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بخير إن شاء الله والمشاهدين. الحمد لله، أولا الله يتقبل منا إن شاء الله هذا العمل ويجعله في طاعته إن شاء الله. بالنسبة لعمل اللجنة الإعلامية، يعني احنا بدينا من تقريبا يوم 28 ذي القعدة، كانت البداية على التجهيزات، من احدى التجهيزات الانترنت بسرعة عالية، اجهزة الكمبيوتر، الفاكس، الطابعة، السكانر، جميع الاحتياجات اللجنة الإعلامية. بدأنا بتغطية المنافذ التابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب، تغطية اخبارها حتى اكتملت، وبدأت استقبال الحجاج دخولهم الى المشاعر المقدسة. طبعا إرسالنا اليومي طبعا يكون، أولا نشكر جميع وسائل الإعلام سواء المقروءة المرئية الإلكترونية الورقية، وخاصة يعني القناة الرياضية، عاد هذا دائما سباقة بالمثل هذه الأمور وكشف العمل اللي يقوم به الجميع اللجان، وكانت متجاوبة معنا جميع وسائل الإعلام. إلى حد الآن يعني تقريبا 8 أيام أو 9 أيام نشرنا تقريبا 163 خبر، تم التقاط أكثر من 1100 صورة جميعها للجوالة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وعملهم كان في البداية أول 8 أيام مسح للمشاعر المقدسة. العمل كان منظم جدا، يعتبر حسب كلام المسؤولين أضخم حتى الآن، أضخم عمل إعلامي قدم حتى الآن صداها في جميع، والحمد لله يعني هذا طبعا إظهار لجهود هؤلاء الشباب يعني وما تقوم به الرئاسة العامة لرعاية الشباب. الان انا بتكلم معك بشكل خاص اكثر، انت يعني استاذ عبد الرحمن اول مره تكون في 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 مثل هذا التجمع، وخاصه في موسم الحج. بصراحه انا ابغاك تتكلمني عن مشاعرك الخاصه، ومشاعر يعني خاصه تعاملك ووجودك مع احتكاك مع الشباب المتواجدين هنا، وايضا القطاعات الاخرى اللي تقدم الخدمات للحجاج. رغم اني اعلامي وقريب من الامور الشبابيه والرياضيه، الا اني تفاجات بعمل الجواله بشكل عام، جوالات الرئاسه العامه لرعايه الشباب، يعني اقدر اقول يعني بالعمل الشاق لهم خلال فتره المسح قبل وصول الحجاج، ما بالك لما يصل الحجاج ويقابل او يرشد يعني من جميع اللهجات واللغات والكبار في السن والصغار والتائهين وجميع الحالات، لما يقابل انسان يعني بشكل هستيري الضياع، يعني كل الاشياء هذه انا لما شفتها وشفت اعمالهم الكشاف، انا صراحه تفاجات بالعمل الكبير، يعني الله يجزاهم خير اولا واخيرا. بالنسبه لي انا اول تجربه، وبصراحه يعني انا عملت بشكل داخلي
كانت في راحة نفسية عجيبة. يعني تعرف إحنا كتغطية بطولات وكرة قدم وألعاب أخرى، لكن الجانب في الحج صراحة أنا أعتقد أن التجربة لن أنساها وإن شاء الله أنها تتكرر يعني في المواسم المقبلة. راحة نفسية كيف أنك تعمل وأنت ما تحس بتعب، يعني تبغى تعمل زيادة، تبغى تنزل الميدان تكشف الحقائق، تشوف الناس، تشوف تبرز الشيء اللي الناس ما هم عارفينه عن بعض الأشياء هنا. علمتك المعسكر بما فيه قوة وسارية وعلم وبوابات وعهد. السلام السلام. العموم استريح، استعد استريح، استعد لليمين تم انصرف. طبعا الأستاذ سعد الفرج، نبي نقول أقول أبو سيف، العم سعد، ما ندري شو نقول. الصلاة على النبي، ما شاء الله تبارك الله، دائما في المعسكرات من زمن طويل، والشباب كثير من الشباب موجودين، الأب الروحي لهم موجود في هذا المعسكر. ودنا نرحب فيك معنا أول شيء، ثاني تكلمنا عن موضوع تجهيز هذا المعسكر والخدمات المقدمة فيه. معكم أخوكم الصغير والقائد الكشفي الدولي سعد الفرج، من قادة الرئاسة العملية الشباب. طبعا نوصل قبل الكشافين من يوم 17 ذي القعدة، نستلم الابتداء والعمل في بداية المخيم، والمخيم ليس فيه أحد أبدا، ونبدأ بالصيانة والعمل وتنظيفه وتجهيزه وفرشه بداية، وثم استقبال السيارات وبدء إنزال جميع المعدات داخل المخيم مع عمال من أبناء العاملين الرئاسة العملية الشباب، ونبدأ بفرش هذا المخيم بأكمله. وبعد فرشه في اليوم الأول، طبعا يوم 25 يبدأ 25 ذي القعدة، 25 ذي القعدة يبدأ جية المكلفين، ثم نبدأ بداية في واحد ذي الحجة جية الكشافين، يجون لقوا مكانهم جاهز، مكانهم معدل، مكانهم مستعد، نستقبلهم ونرحبهم ونهنيهم. نعم. أبو سيف من قدو كل الشباب يحبوه، 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 أبو سيف. شكرا لك أبو سيف. أشكر الجميع الشكر الجزيل، وأتمنى لهم التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معهم في جنة النعيم. أشكركم وأشكر القناة، والشكر الجزيل لك يا أخي خالد. إحنا الآن متوجهين في هذا المعسكر، نلاحظ أنه في مكان هنا اكتشفناه وحابين نسلط عليه ضوء، اللي هو لجنة المسح، اللي هم الإرشاد، هم اللي أساس يبدون في أساس العمل الكامل للكشافة. نبي نأخذ عليهم إطلالة ونبي نشوف إيش عندهم ويعطونا ويشرحونا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا وسهلا. قائد الكشفية عبد الباسط محمد جمعة. هلا وسهلا. هذا على قولهم المكان السري أو المكان الأساسي، العصب الأساسي للقيام العمل الكشاف بالشكل الصحيح. تقريبا هذه غرفة العمليات الخاصة بمشعر منى في عمليات المسح والإرشاد كذلك. خاص بالرئاسة العمل عاد شباب. نعم. إيش اللي تقدمون؟ بدنا تكلمني أنا شايف ما شاء الله الدنيا كراتين وخرائط، وشايف شباب ما شاء الله يعني متواجدنا من بدري جالسين على الأجهزة، ودي تشرح. العمليات هنا على مرحلتين، المرحلة الأولى هي جمع البيانات الأولية من منطقة مشعر منى عن طريق الكشافين والأخوان الأخصائيين في المنطقة. احنا نبغى نشوف، نبي نتكلم بوضوح حتى المشاهد، حتى اللي ممكن مو عارف الكشافة أو دورهم الأساسي، ودنا نعطيهم فكرة واضحة لعملكم اللي تبدون من 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 هذا المكان. المرحلة الأولى اللي هي عملية جمع البيانات وإدخالها في جهاز الحاسب الآن. البيانات عبارة عن إيش؟ المواقع ومكاتب الحجاج في المشعر الحرام والحملات الداخلية أو الخارجية من خارج المملكة ومؤسسات الطوافة، جميعها تدخل في الجهاز الحاسب الآلي ويتم عملية فرزها لسهولة إيصال الحاج وقت التوهان. المرحلة الثانية اللي هي عملية الإرشاد
يتم جمع إدخال البيانات هذه وفرزها، ووقت الإرشاد اللي هو إن شاء الله يوم ليلة 10 يبدأ عملية الإرشاد. يجي الحاجة التايه لا يعلم شيء عن الموقع حقه، عن طريق البيان اللي يجيه الجنسية أو المكتب أو الجهة القادم منه إن شاء الله بكل سهولة يتم. عبارة عن الساعة أو التاج أو اللي يحمله. أيوة، الكرت أو الصور اللي في يد الحاج هذه تبين توضح المكتب والجنسية. ولا في بعض الحجاج ما عندهم؟ عن طريق بعض الأخصائيين هنا المتمرسين في العمل يتم أخذ وعطاء، يعني أسئلة واستجواب لإيصال الحاج لأقرب موقع مشهد أو شخص يكون قريب من الموقع يتم إيصاله بهذه الصورة. طيب، في بعض الأخوان ممكن بعض مثلا اللي نقول ما عنده موقع أو ممكن يكون غير نظامي، يعني بعض اللغات، في لغات ثانية غير الإنجليزي، ممكن بعض اللغات الخاصة ببعض الدول، كيف يتم التواصل بينكم وبينهم؟ الحمد لله من فضل الله في المعسكر في كذا شخص يتحدثون بعض اللغات. إذا استصعبت علينا بعض اللغات عن طريق نفس الحجاج التايهين أو حتى أنه يعرف المنطقة حقته، يتم أخذ يعني التحدث معهم والتواصل ما بين الطرفين. يعني نجيب ظهر موضوع لغات الإشارة تشتغل كثير، لا يتم شو اسمه ذا التوسط، يعني أو يعني نجيب عملية وسيط، يجيب لك واحد يتكلم عربي ويترجم. طبعا هذه الأجهزة اللي ممكن بعض الشباب أو زي ما يسمونهم الأخصائيين متواجدين يقومون بالعمل في إدخال المعلومات الخاصة بالحجاج التائهين، زي ما نشوف دليل المرشد الآلي وأحد الشباب الموجود، أحد الشباب الموجود تفضل معي. طبعا هذا نموذج من النماذج اللي في العمليات المسح المبدئي من يوم 1 الى يوم 7 اللي هي جمع البيانات من المواقع عمليا وميدانيا. طيب خلينا ناخذ واحده واحده، يعني الان مثلا المركز الكشفي 37 37 هذا إيه؟ الشخص هذا هو الجوال كلف بمسح منطقه من المناطق الخاصه في ميناء، يقوم الشخص بجمع البيانات حجاج الداخل السعودية ومن فين جو واسم المطور والموقع حق الحملة هذه. هذا الكشاف أو الشاب أو الجوال يعبي هذه الاستمارة ويجي يقدمها لكم بعد ما تسليمه للمخيم أو الموقع الخاص. في العمليات الأولية، في العمليات الأولية اللي هي جمع البيانات على أساس الشاب الجوال اللي عندنا هنا يتعرف على المناطق في المشعر الحرام اللي هي هنا خلفنا. طبعا الفرق تغطي منطقة ميناء كاملة ولله الحمد بجولات صباحية ومسائية خلال فترتين إلى يوم 7 أو 8 صباحا يتم جمع البيانات والتجول داخل المشاعر. هذا قبل دخول الحجاج إلى ميناء. قبل دخول الحجاج إلى ميناء. يجينا الحاج في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الإرشاد، طبعا نفتح المظلات هنا ويتم الاستراحة الحجاج التائهين. عدة كونترات تقوم بخدمة الحجاج هذولي. يجي الحاج عن طريق الأسرة حقته والجنسية أو البطاقة. يتم إدخال بياناته عن طريق أجهزة الحاسب الآلي اللي هي الإرشاد الآلي. عملية الإرشاد الآلي ها حول الشاشة. عملية الإرشاد الآلي اللي هي عن طريق المكتبة الجنسية إدخالها وتظهر للشخص جامع البيانات بهذه الصورة، يقوم بيدخل اسم الحاج وعدد المرافقين وطبع إيصال، يطلع الإيصال هذا لقائد الفرقة، وعن طريق قائد الفرقة يتم توجيه أحد الأشخاص الجوالة لأخذ الحاج وإيصاله للمخيم. حبيبي أنت الآن جالس على هذا الجهاز من اليوم، من يوم جينا وشايف كنت موجود، ودي تكلمني على العمل اللي أنت الآن تقدمه. هل هو استعان فيك الرئاسة العامة رعاية الشباب مثلا كجوال عنده خبرة في الحاسب الآلي، أو أنك أنت طورت ذاتك مع من خلال وجودك في الحج؟ أنا طورت نفسي طبعا من أول ما بديت موسم الحج كأي كشاف، طبعا ألحيت على نفسي أني أشارك في السنة الجاية. طبعا بالإضافة الشكر لأستاذ عدنان حمزة
الذي اتاح لي الفرصه اني اكون اخصائي مسح بهذه السرعه. طبعا طورت نفسي بسريع طبعا بتوجيهات الاستاذ، والشكر الجزيل رعاية الشباب طبعا اللي اتاحت لي الفرصه هذه اللي تقدمت لي فري يعني. من اخذت دورات يعني مجانا على الرئاسه، على حساب الرئاسه ولا على اي؟ على حساب الرئاسه، رعاية الشباب وفرت يعني جميع البرامج طبعا، دراسات من الاخصائيين المسبقين والفنيين والغياد الكبير اللي كانوا مشاركين اعوام كثيره في هذا المجال. انا لاحظت الرئاسه العامه لرعاية الشباب حرصت على تنوع التواصل من خلال الجوال وايضا للحاج، الجي بي اس بداتوا فيها، الخرائط اللي انتم اعتمدتوا فيها على الباركود، يعني من خلال تسهيل واستخدام التكنولوجيا في عمليه ايضاح المناطق والاماكن العامه في المشاعر المقدسه. انتم الان كاجهزه هذه عمليه ربطها مع اجهزه حكوميه ولا خاصه فقط بكشافه الرئاسه العامه لرعاية الشباب؟ هي اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد الجوال محمد مشعل خلف هجري من مكتب جده، اخصائي مسح. اول شيء الايصال الفكره انه اللاسلكي انه مساعده لنا مع الاخصائيين الذين يطلعوا برا ويمسحوا منطقه مشاعر منها طبعا، وبنتواصل التواصل فكره التواصل بيننا وبين الداخل المعسكر مع القياده، وهي يعني في تجاوب معنا في ادخال البيانات برضو في ادخال المربعات المخيمات، او يكون في حاجه ضايع ويعني اقرب معلومه لنا احنا نطلع له اياها عن طريق الجهاز عن طريق اللاسلكي. يعني ممكن تطلب انت في وانت موجود في الميدان تطلب من العمليات بتقديم بعض المعلومات لك. نعم يعني نعم. هذا الجهاز متواصل فقط مع الفريق اللي موجود المعسكر رعايه الرئاسه العامه رعايه الشباب. نعم نعم. هذا كم له سنه الان يعني من فتره؟ يعني دحين تقريبا لنا سنتين، على سنتين او سنتين او ثلاث سنين تقريبا ثلاث سنين. وصلنا وياكم الى نهايه رسالتنا لهذا اليوم من المشاعر المقدسه وبالتحديد من معسكر الرئاسه العامه لرعايه الشباب بميناء، من خلال هذه التغطيه الاولى لنرصد لكم ماذا يقدمون هؤلاء الشباب من خدمات جليله لحجاج بيت الله الحرام. التحيه تقبلها محدثكم خالد الحيدان، ومن خلف الكاميرا الزميل محمد مساوى، ومن الزميل محمد الدوسري. الى اللقاء ان شاء الله يوم الغد في رساله جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا